فندم. لا صح يا فندم. حاضر. تمام يا فندم. النهارده يا فندم؟ النهارده ساعة 1000 في القاهرة. سفرك ده سري. ما تبلغش بيه حد ولا المدام. مفهوم يا فندم. تمام يا فندم. في حدا؟ يا الساعة كام؟ النهارده وحوش الجماعات هتجهز بمعداتها واجهزتها، اسطوانات الاكسجين هتتشحن على 200 ضغط جوي، قاده الجماعات هتشيك على المعدات والاجهزه قبل النزول، ضغط الجماعات واديني تمام بعد التجهيز. بحري راضي فاهم يا فندم. هو يا فندم. يدخل. تمام يا فندم. تفضل. مش انت اللي خدت ترقية استثنائية لما غرقت الباخرة دندرة في النيل عشان انقذت عدد كبير من الركاب؟ تمام يا فندم، سجلك مشرف. شكرا يا فندم. بلغه المهمة يا سيادة اللواء. تمام يا فندم. التقارير دي في منتهى السرية، هتقعد هنا تقراها لوحدك، بعد ما تخلصها هناقشك فيها أنا وسيادة رئيس الأركان وسيادة مدير المخابرات الحربية. وايه اللي ملبسك بيه لحد دلوقتي؟ هقول لك يا سيدي، بس لما تقول لي اتفضل الاول. اتفضل. انا قضيت النهارده كله في قياده القوات المسلحه وجايب مطار النزهه عليك على طول. هنقوم بعمليه. فين؟ في البحر الاحمر. سينا؟ لا،
في اسرائيل نفسها، ميناء ايلات. ايلات؟ ايوه، النقلتين بتشيفا وبات يم مطلوب تدميرهم. قدامنا قد ايه وقت عشان نستعد لعمليه زي دي؟ تكتيك القياده في المرحله دي الاعتماد على العمليات الصغيره، بمعنى اقل قدر من الطلبات والخسائر، وتحقق في نفس الوقت نتائج كبيره ومؤثره. زي اللي حصل بعد ضرب المدمره ايلات. بالظبط. شوف عمليه زي دي كان لها تاثير خرافي في رفع الروح المعنويه لكل المصريين. خصوصا توقيتها. بعد 4 شهور بس من نكسة يونيا. بس انت برضه ما جاوبتنيش على سؤالي. قدامنا وقت قد ايه؟ الاهم لبت. وده اللي خلاني ما قدرتش اروح قبل ما افوت عليك. قدامنا 24 ساعه ندرس ونفكر ونرد. ايوه ولا لا؟ ايوه. بس انا خلاص هقول ايوه. لو عاوزني اقول لك. تمام يا فندم. انا عارف ايه اللي قلقك. تغيير مسرح العمليات من حيفا لإيلات. احنا بقالنا سنتين بنتدرب على حيفا، وكل المكتات اتعملت المينا دي باعتبارها الميناء الحرب الاول. ايوه بس ميناء ايلات دلوقتي والبحر الاحمر بقوا اكتر خطوره. ده معناه تغيير جذري في اساليب التدريب. اولها تغيير اسلوب الغرس من البحر الابيض للبحر الاحمر. يعني بدل ما ادرب الضفدع يغطس 3 4 متر ويختفي، لازم ادربه يغطس 7 8 متر علشان درجة شفافية البحر الأحمر عالية جدا. من بكرة محمود أبطال ابدأ تدريب مجموعة العمليات على الغطس ده في العمق. مش بالسهولة دي. أنا عشان أهيئ الواحد منهم لتقبل الأساليب الجديدة من الناحية النفسية والجسدية، وبعدين أختار من بينهم اللي ينجح في تحمل التغيير ده وأبقى واثق إن أنا أقدر أعتمد عليه، محتاج وقت. وما أقدرش وأنا قاعد قصادك أحدده بالظبط. وبعدين احنا هنحتاج مكتات جديده وخرايط. شوف يا محمود، انا وانت اكيد هنوصل لحلول، وانا متاكد انك مش اقل مني حماس. هي المساله مش مجرد حماس. العمليه دي لو ما فكرناش فيها كويس وحسبناها كويس هتبقى عمليه انتحاريه. هي فعلا عمليه انتحاريه وهنعملها. العملية اللي هتقوموا بيها دي تالت عملية على مستوى العالم. أول عملية قام بيها الإيطاليين في الحرب العالمية الثانية ونجحوا، والتانية قامت بيها إسرائيل في حرب 67 وفشلت زي ما أنتوا عارفين، والتالتة هي اللي أنتم هتقوموا بيها. مش قادر أقول لكم لأي درجة القيادة مهتمة بالعملية دي، وإيه الشرف اللي ممكن تحققوه لنفسكم ولبلدكم لو تم بنجاح. ان شاء الله يا فندم. ودلوقتي عايزك يا محمود ارطان تكثف تدريبات مجموعه العمليات على اساس مسرح العمليات الجديد. حاضر يا فندم. بس في حاجه ناقصنا، وجود لانش في حاله جيده علشان نتدرب عليه. ممكن تاخدوا اللانش ده؟ بس ده خاص بسيادتك يا فندم. انتوا مجموعه العمليات مستعدين تضحوا بحياتكم. انا مش هضحي باللانش. دي تضحية رخيصة جنب تضحياتكم. متشكرين يا فندم. ألف شكر يا فندم. السرية في العملية أهم وأخطر عامل في إنجاحها. وغيركم أنتم الاتنين مفيش فرد يعرف حاجة أبداً لغاية ساعة الصفر. حاضر يا فندم. أنا لما اقترحت على قيادة العملية دي قلت لهم أنا عندي وحوش. أنا جمعتكم دلوقتي علشان نتكلم في شوية حاجات لازم تسود بينا في المرحلة دي. أولا محافظتنا على روح الجدية في شغلنا علشان نحتفظ بثقة قائد البحرية الجديد فينا، خصوصا إننا بنعتبر لواء خاص. اللي بيدخل فيه بيدخله متطوع، يعني بإرادته باختياره. ثانيا وده الأهم، تبالكوا كتير في تدريب مستمر. ايه الوقت اللي نثبت فيه اننا نقدر نعمل اللي غيرنا ما قدرش يعمله. الله اكبر. مظبوط. تتكلم ليه من غير اذن يا مرسي؟ مرضيه زياده. تمام يا فندم. ثالثا، عايز كل واحد منكم يتمم على اجهزته ومعداته. من بكره هنبدا تدريب مكثف باساليب جديده عشان لو كلفونا بأي عملية مهما تكون
نقدر نلفها. أي سؤال؟ أي استفسار؟ اقعد ثابت. تفضلوا يا حضرات الضباط. قوة انصراف. أنا آسف يا فندم. آسفك مقبول يا بوس. بس برضه هتنفذ الوردية. أعرفوا. وبعدين نلحق. مالك؟ حرام نسيب اللواء قبل الساعة 7 والميعاد 4. أول مرة نشوف فيها بعض. ده أنا ريقي نشف على بال ما خدت الميعاد ده. ايه رايك اروح لها انا واعتذر لها؟ اه هتطير من ايدي وتروح لك. تعملها بالميري وتزرب العينيها بالدبورتين بتوعك. انت مالكش في الطيب نصيب. انا عملت اللي عليا. احنا في ابطال ما تحاولش. دي بنت حتتنا واخلاق. ما احلفش. انا القائد بتاعك وكلمتي واحده. هتتقابلوا فين؟ كنا هنخش سينما امير من 6. شكلها ايه؟ سمره وشعرها ناعم وناسخه من سعاد حسني. سعاد حسني؟ سخنتهم؟ يعني نشطتهم بس. من بكره هنبتدي الجد. رايح فين بالليل؟ واحنا الان بنروح في حته. من الليل ولا البيت؟ يمكن نعدي عليك انا ومراتي الليله. الدكتور قال لها تتحرك شويه في شهور الحمل الاخيره. هاي يعني خلاص سمح لها بالحركه؟ من الشهر الثامن. السبع شهور اللي فاتوا يا محمود عدوا علينا كانهم 7 سنين. ان شاء الله المره دي تتم على خير. 11 سنه حمل وجاض. عذاب. الله بقالي كتير قوي ما كانش اكل بيتي بالشكل ده. لا ما انت بتختار لك حاجه من اثنين، يا الحمام المحشي يا ولي العهد. لا لا يا سيدي انا مستعد اعمل الصيام لغايه ما يهل علينا الاقطاب. فهمي الحلو حلو الشكل برنامج. يلا اتفضل. واخدة بالك ان في حاجة مش طبيعية هتحصل؟ انت عارفة جوزي شكل عمره ما بيبان عليه أي حاجة، ما تعرفيش ان كان متضايق فرحان زعلان. ودي يمكن مشكلتي معاه. تصوري عمره ما قال بيحبك مع انه بيحبك جدا. عارفة لسه قلقان؟ أنا من ساعة ما بلغتني من العملية ما بنامش الليل. أنت مش واثق في رجالتك؟ بالعكس متحمسين جدا وروحهم عالية قوي. لا مش ده يطمنك أكتر؟ بيزود قلقي ومسؤوليتي عنهم. دي أول عملية كبيرة أنت فاضح هتقوم بيها. لما أحاول أنطقه وأقول له عايز أسمع كلمة بحبك بوداني يقول لي ما اتعلمتش أقولها، ما دام كل تصرفاتي بتدل عليها يبقى ملهاش لازمة. هتجنن أنا. أنت عارف يا محمود أنا ما اديتش تمام إلا عشان أنت قائد التدريب. المسألة ما هياش كفاءة تدريبه بس يا راضي. المسألة كفاءة الذخيرة والأجهزة اللي هنستخدمها. وازاي هنوصل للمكان اللي رجالتي هيعوموا منه الليلات؟ وازاي هتأمن رجوعهم؟ وايه اللي شايف الكوبايات زي ما عودوكوا في اللواء. على فكره انت ناقصك فرقه غطس وبتبقي تمام. انت بتقول فيها دي حمصه تدريبات الغطس اكتر منها. بس على البر ده انا بغرق في شبر ميه. على اذنكم اتفضلي. فكرة في عملية فعلا ولا بيحمسونا بس عشان ما نرجعش من كتر التدريب؟ أنا عارف نفسك يبقى في عملية النهاردة قبل بكرة. مستنيها زي ما أكون رايحة قبل البيت بتاعتي. جماعة الأولى الأرض تنزع. جماعة الثانية الأرض تنزع. جماعة الأرض تنزع. جماعة الرابعة الأرض تنزع. Thank you.
دي خريطة تفصيلية لميناء إيلات الحربي، فيها أماكن رباط السفن بالظبط، ودي نقطة مراقبة العقبة قريبة جدا من نقطة مراقبة إيلات. ما يفصلهمش عن بعض غير أسلاك شيكة وحقل ألغام. في نقطة العقبة دي في ضابط استطلاع مصري طبقا للاتفاقية بيننا وبين الأردن، منه حصلنا على المعلومات المطلوبة. ده مكان رباط سفينة الإنزال بيت شيفع، وده مكان رباط سفينة الشحن بات يم، وده رصيف الحربي. المينا كله محاط حديثا بشباك دفاعية ضد أي محاولة للتسلل. الشباك دي بتفتح وتقفل طبقا لخروج ودخول السفن المعادية. دي سفينة الإنزال بيت شيفا. ودي سفينة الشحن باتيام. باتيام دي سفينة تجارية انضمت أخيرا للمجهود الحربي الإسرائيلي لنقل الأفراد والذخيرة والوقود. دول صورتين فوتوغرافيتين لميناء إيلات. طبقا لآخر تقرير استطلاع، المينا بتحرسه 4 لانشات، 2 داخل المينا و2 خارجه. تم رصد إلقاء عبوات متفجرة في أوقات متفاوتة بالليل، وده لتأمين المينا ضد أي محاولة هجوم. دي يا فندم خريطة أحدث موقف لمينة إيلات. عظيم جدا. أهم حاجة دلوقتي يا سيف التركيز على أي تعديل في مواعيد التحركات الروتينية لأي قطعة بحرية سواء عسكرية أو مدنية. هل يا فندم هنركز كمان في جمع المعلومات على لنشات الحراسة ضد المتسللين؟ طبعا، مطلوب تقرير يومي وكامل. أهم من كده بقى يا سيف تبلغني أول بأول بأي اختلاف في مواعيد دخول وخروج أي قطعة بحرية. أهلين ست مريم. أهلا طلال. شاي بالنعمة؟ خليهم اتنين بس بعد شوي. الأهم في إن أخ جاي من بيروت جايب أخبار كتير مهمة. بديك تدير بالك ما تخلي حد يقعد على الطاولات اللي جنبنا. على راسي ست مريم. الحمد لله على السلامة يا مريم. أهلا أبو هاني. كيف حالك؟ وكيف حال الأهل بالضفة؟ وكيف جماعتنا هناك؟ الحمد لله كلهم بخير ومستنيين تعليمات لعمليات جديدة. بالنسبة لأبو علي وأبو صلاح جمدنا نشاطهم شوي لأن الشبهات حامت حواليه. على كل حال معي تقرير كامل عن كل العمليات الجديدة اللي تمت. بس ما قلت لي ليش المرة هاي أصريت إنك تقابلني شخصياً؟ هالمرة
العملية خاصة جدا وهامة جدا. كيف وين؟ كيف؟ بنفسك ولوحدك بدك تتكلف ببعض المهام. وين؟ في ميناء إيلات. إيلات؟ إيش المطلوب؟ بدنا معلومات كاملة ودقيقة وحديثة عن نظام تأمين ميناء إيلات، أماكن نقط الحراسات وتمركز لنشاط الحراسة داخل وخارج الميناء. إيش بدك تعملي؟ بدي أكتب بعض الملاحظات بالشيفرة. لا، الحاجات دي ما تتكتبش، تتحفظ. شايفة في كده ورقة؟ صح يا أبو هاني، كمل. لنشاط الحراسة بترمي بواب ضد الأفراد في المية في أوقات مختلفة، عايزين نعرف مواعيد رميها. نتمشى أحسن. نيجي بقى الأهم نقطة بخبرتك كده. في شبك جديد اترمى في المية، بدنا نعرف الشبك ده على بعد قديش من القطعة البحرية، وفين الفتحات اللي فيه اللي بتسمح بدخول وخروج هذه القطعة. معنى الكلام اني رح ادخل إيلات ورح انزل المية. وتختصي، انت بتتكلمي عبري كأنك إسرائيلية تماما. سبق ليك دخلت تل أبيب مش إيلات. طيب كل هذا امتى مطلوب؟ اليوم 12 في الشهر، مش هقدر اديكي اكتر من 10 ايام. بس اتفضلي. السرعة مطلوبة في هذه العملية، المعلومات اللي طلبتها منك راح يتدربوا على اساسها المجموعة الفدائية، منشان هيك بدي اكد على الدقة. ابو هاني احنا تلاميذك، لا عم تطلبوا مني من عيوني. العادة ضربة بشرية. ايه وقف سابق. تمام يا فندم، العادة ضربة بشرية مستعدة للتجهيز. ابدأ التجهيز. العادة ضربة بشرية جاهز. دي فرصة لكل فايتر فيكم يثبت لرادي عبطان قد ايه في وقت قياسي قدر يستوعب التدريبات الجديدة. تمام يا فندم، جماعات الضفادع البشرية جاهزة للتدريب. تمام يا فندم، جماعات جاهزة للتدريب. ابدأ التدريب. الجماعات ابدأ التدريب. تدريب النهارده ايه؟ سباحة في اتجاه الشمندورة وبعدين الغطس لمسافة 2 كيلو على عمق 7 متر. في وقت محدد لرجوعهم؟ ده أساس التدريب. هيوصلوا لحد الجزيرة ويرجعوا اللانش بعد ساعتين. الجماعة اللي مش هترجع اللانش في الميعاد هتاخد جزء. هنسيبهم يرجعوا سباحة لحد شط اللي هو لوحدهم. هيتخصم من نمرهم طبعا. معنى كده؟ إنك بدأت تصفيهم؟
لها كام يوم وبلغك بمجموعة العملاء. الضخم كودن بيلات هيجاتي ركيت مول أفل لما دفكة بحرت بي إيش بخامة شو شي ما شخوتي زوت هم حامة وكم عود منيخ ميفون تنحش سفرديت إيطالكيت ما شو كذي حشيني همش بحامي إيطاليا أبا هجر لأمريكا بملحمة هاولام هشنية بين ولادتي شام أني يهودية أمريكائي أفال إسرائيل هي هم ولادة هاريشونا فاني لو يخل ركود كموخ مش قال لي يومين بإلك بإفشار لعصوت أطخا هارك دان هاريشون بإسرائيل بس كده لها تحيلة تشعور هاريشون في مهير أتيفهمو ودنوتي زكا مود شوفها Thank you.
يا هلا ومرحبا بيك ابو هاني. والله يا اخ منذر، الاخوه الفلسطينيين كانوا طالبين شويه اسلحه ومعدات، لقينا في صعوبه توصيلها للمقاومه عن طريق الاردن، فكرنا ان احنا ننزل بيها هنا واحنا اللي نوديها لهم. شنو هالاسلحه والمعدات ابو هاني؟ اسلحه ومعدات ميم دال ميم طه ار بي جي، وحيكون معاهم مدرب لتدريب الاخوه في المقاومه. احنا تحت امرك ابو هاني. ها بس ايش وقت لما نجهز هنبلغك. بس المهم دلوقتي احنا لازم نحط خط سيرها من اول ما توصل العراق لغايه ما نسلمها لهم في الاردن. فكر معايا يا اخ منذر، ايه الطرق اللي ممكن نسلكها بحيث ما نترصدش باي حال من الاحوال؟ انا مش فاهم اشمعنى المره دي يعني مدير المخابرات الحربية طلب يقابلنا احنا الاثنين. اكيد وصلته معلومات، عايز يعرف رايك فيها بشكل مباشر وسريع. اتفضل. الخطة يا فندم مستوفية كل المطلوب، لكن حصل متغير جديد في منتهى الأهمية. ايه هو؟ العقيد محمود ممكن يشرح لسيادتك يا فندم نتيجة التغيير ده. الخطة المتفق عليها ان مجموعات العملية هتسلك الطريق البري من عمان لغاية ميناء العقبة، ومن هنا هيتم التسلل عبر مياه الخليج لميناء إيلات. المسافة بين الاثنين حوالي 6 كيلو. الضفدع هيعوم جزءها وهيغطس الباقي. هو حاليا متدرب فعلا على الغطس والعوم مسافة 9 كيلو. لكن يا فندم تغيير نقطة الانطلاق لمسافة أبعد من ميناء العقبة هنا عند الحدود الأردنية السعودية، وده معناه إن بدل ما الضفدع يقوم ويغطس حوالي 6 كيلو هيقوم على الأقل مسافة 23 كيلو علشان يوصل ميناء إيلات. وده فوق طاقته البشريه، بالاضافه لانه غير مدرب على قطع المسافات الطويله دي. حتى لو الضفدع اتدرب على المسافه دي وقدر يعومها يا فندم هتواجهنا مشكلتين. اولا الجهد اللي هيبذله هياثر على كفاءه ادائه، ثانيا وقت التنفيذ هيطول، مش هلحقوا ينسحبوا ويرجعوا قبل اول ضوء. اتفضلوا. ها اقتراحاتكم ايه؟ لازم يا فندم ابو هاني يجي عشان نتفاهم معاه او نبعت له رساله. حاليا مش هنقدر نبعت حتى الرساله المشفره، وبعدين مفيش وقت علشان ينزل ويرجع تاني. السفينتين عاملين توتر شديد، وفي معلومات ان هما بيعدوا العمليه بر مائيه، عشان كده لازم نجهز العمليه فيزا بسرعه. طب في اقتراح يا فندم، عقيد راضي يسافر عمان 24 ساعه. سبب الزيارة؟ زيارة صديق قديم من أيام الدراسة. شو اسمه؟ دار الدجاني، ساكن جبل الحسين. قاعد عندي يومين وحرجع. ساقه في مهمه غير رسميه لتدريب الفدائيين في المنظمه. بعدين اشرح لك دور كل واحد فيهم في تامين العمليه لحد نقطه الانطلاق. تشرب شاي؟ بحبك بس تقيل شويه، الرحله كانت متعبه. حاضر. اتفضل. تقدر تقول اللي انت عاوزه قدام الموجود، لاني متوقع الموضوع اللي انت جاي علشانه. نقطه الانطلاق.
ايوه ازاي هننطلق من هنا عند الحدود الاردنيه السعوديه ونتحرك لغايه هنا؟ الا اذا كان في قارب او عوامه توصلنا لاقرب نقطه ما تبعدش اكتر من 5 6 كيلو عن مينا تلاقي. دي المسافه اللي الضفدع ممكن يعوم. خلاص انت كده حل. لا دي كده تبقى تعقدت اكتر. معنى كده ان معداتنا هزيد قارب وموتور حجمه. بالنسبه للمعدات والالغام عملت مفاوضات بخصوصها وخدت موافقه. المعدات والالغام هتدخل من هنا من مطار الحبانيه وده قريب جدا من بغداد. مجموعه الضفادع هتدخل من هنا من عمان والمجموعتين هيلتقوا هنا في راس النقب. وبكده اصبحت اي معدات زياده ما بتشكلش اي. طيب في حاله تحركنا من نقطه الانطلاق بعوامه ازاي هنامن سيرها لحد ما نقرب من مينا؟ في الدراسات اللي تمت في الخطه لضمان السرية وتأمين سلامتكم لقينا ان اي اتصال لا سلكي او مباشر بيننا وبينكم لازم يتقطع بعد لقاء المجموعتين في رأس النقب لغاية الانتهاء من العملية والعودة للشاطئ الاردني. عارفين ده معناه ايه؟ معناه نقطع بقارب مسافة 25 كيلو معرضين في اي لحظة ان ننكشف. القرار متروك لتقديركم. معنى كده العملية رجاله هنزود جرعة التدريب بالتحديد الغطس والصعود تحت الهدف بالظبط باستخدام البطس. مالش الاوان يا قبطان نعرف التدريب ده كله ليه؟ مالش يا ناوي. انتوا تعبتوا خلاص ولا ايه يا رجاله؟ اسياك في البحر وحوش في البر شاهدين في الجو لواح وحدات خاصه فحيره حيره حيره. من نمر الى اسد، من نمر الى اسد. هنا يا اسد رجاء التواجد بالمكتب ساعة تاريخه. قالم يا فندم وجاري التنفيذ. توقف تدريب لحين صدور اوامر اخرى. حاضر يا فندم. مفيش فايدة. لازم تدربه من تاني على المسافات الجديدة. عارف معناها ايه يعوموا اكتر من 10 كيلو ويغطسوا اكتر من 12 متر؟ الحتة القريبة اللي كان ابو هاني عايز ينزلنا منها واللي على بعد 6 كيلو من مينة ايلات استحالة نزول منها لانها تحت حراسة مشددة. هو ما كانش عارف؟ يا سيدي هو ليه حسابات وكان فاكر انه ممكن، لكن بعد دراسه الموقف لقى ان لازم ننزل في منطقه بعيده عن الهدف ونركب عوامه توصلنا لاقرب نقطه نعوم منها. طب وصوت الموتور بتاع العوامه؟ شوف عرض خليج العقبه قد ايه. الجبال اللي على الساحل دي هتعكس الصوت هتخليه جلجل. اي دوريه اسرائيليه ماشيه على الساحل هتسمعنا. فعلا لازم نلاقي حل لصوته. ايه هتعمل له ايه؟ هتكتمه ولا هتكممه؟ برافو عليك يا محمود. هنكتمه هنكممه. سيب الحكايه دي عليا ما تقلقش. مرغلي اديني العميد فاروق. ايوه رئيس العمليات. بتعمل ايه انا مش فاهم؟ رئيس العمليات كلمني على مهندس مجنب رقيب انما رغم صغر سنه وحجمه انما عبقري. اسمع يا راضي. ايه؟ مش موجود على مكتبه؟ طب انا هتصل بيه مره ثانيه. بلاش تبسط الامور للدرجه دي. الكلام اللي بتقوله ده ما يخشش عقل. العمليه بالشكل ده تبقى مستحيله. محمود لو مش قدها سيبها. لا يا رجاله احنا هنبدا نتدرب على الغطس لعمق اكبر ومسافه اطول. قد ايه يعني يا ابطال؟ عمق اكتر من 12 متر مسافه اطول من 10 كيلو. لكن انا عايز اقول لكم حاجه تانيه مهمه. المره دي الاستمرار في التدريب على المسافه والعمق دول مش هيكون بالامر. يعني اللي هينسحب هيفضل راجل في نظري ونظر رادي ابطال. معاك يا ابطال. واحنا كمان يا ابطال. وانا يا ابطال. وانا وانا يا ابطال. وانا وانا يا ابطال. ما
تقوليش يا باشمهندس مفيش حل. ده رئيس العمليات بنفسه اكد ان مفيش غيرك في البحريه كلها. احاول يا فندم بس مش هقدر اوعد سيادتك في حاجه، لان الغواصات نفسها بتترصد من صوت محركها. قدامك قد ايه؟ اسبوع على الاقل. يا باشمهندس احنا في ورطه. في مشكلة خطيرة في جسم السد العالي من تحت، ولازم نلحقها بعد بكرة بالليل من غير ما حد يحس علشان ما نعملش زعر في البلد. السد العالي ده سر خطير، انا اضطريت اقول لك عليه عشان خطورة الموقف. خش تفضل نفذ. عملت ايه بالظبط؟ بطنت الفارغ بتاعه يا فندم من جوه بالصوف الزجاجي والفلين الصناعي. ده ما ياثرش عليه؟ يعني سخنه مثلا؟ شغله سيادتك يا فندم 10 ساعات. ده بشرف يا فندم، تقدر تسميه اختراع، والشركه اللي عملته لو شافته هتنفذه على طول. ساعتها بقى تروح تشتري سالوك مكتوم ولا مش مكتوم؟ ها؟ انت بتقول فيها يا فندم؟ مش في مسدس عادة وبكاتم صوته؟ شوف بقى يا باشمهندس، انا راجل شكاك وما صدقش بسهولة. المهم اللي قلت لك عليها حساسة ودقيقة للغاية، ما تحتملش خطأ 1%. طبعا يا فندم، وده اللي خلاني 72 ساعة قافل الورشة عليا لوحدي وشغال شغل متواصل ما نمتش. ولو سمحت لي سيادتك يا فندم، انا ممكن اتطوع في المهمة دي، اصاحب الموتور وراقبه عشان حضراتكم تبقوا مطمنين. وهو الواحد يا فندم يتفسح لي يومين، ده انا حتى عمري ما رحت اسوان. ان شاء الله هتبقى فسحة عمرك ومش هتنساها، وهتبقى تحكيها لاولادك ولاد اولادك. فعلا ست خاصمك دول دمهم حان يقتلوك يا ابوي. خطفت دول يا فندم من خشم الاسد. دي عمليه انتحاريه كبيره يا ابني عشان نثبت لكم مواهبنا يا فندم. شكرا. طبعا يا عم، عامل فيها ام العروسه مش فرح البادي بتاعك؟ طبعا. على فكرة عادل أبطال، ما عندكش فكرة عن 48 ساعة بتبنى محمود أبطال؟ والله يا علم علمك. معقولة؟ تبقى قائد السرية وما عندكش معلومات أكتر من اللي عندنا؟ الاتنين الكبار قصادكم هم، روحوا اسألوه.
ده لو ابو الهول نط جاي عشانها راح يشبك الليله قناوي من الانفوش وجاي عشانها راح يشبك الليله قناوي الليله الليله سامعوش نقدم لكم الان عريس البحريه المطرب جناوي عبد الرحيم الجناوي مصر يما يا سفينة مصر يما يا سفينة مهما كان البحر عاتي فلاحينك ملاحينك يزعجوا الريح يوات مصر يما يا سفينة مهما كان البحر عاتي أيوة فلاحينك ملاحينك يزعجوا الريح يوات اللي عالدفة صنايعي واللي عالمجداب زناتي واللي فوق الصار كاشف كل ماضي وكل آتي واللي فوق الصار كاشف كل ماضي وكل آتي العقدتين والثالثة تبتة نركب الموجة العافية وصلي بر السلامة مع جبال الجوطبية اديت القيادة تمام اننا جاهزين نتحرك بكرة في الفجر وده امر انزالي العملية هتبقى امتى بالظبط لما القمر يبقى في المحاق يعني بالتحديد ليلة 16 نوفمبر بعد 3 ايام من وصولنا ولو الجو يساعدنا يوميها الموج يكون عالي والريح شديدة نضمن ان مفيش اي حد على سطح المراكب الاسرائيلية وكل مستخبي جوه الكباين ربنا معانا ان شاء الله محمود ارجوك ما تكونش زعلان من اي موقف او كلمه قلتها في حاله التوتر اللي مرينا بيها الايام اللي فاتت راضي احنا طول عمرنا اصحاب واخوات جوه اللواء وبره اللواء سلميلي على مامتك وانا راجع من اسوان هبقى اعدي عليك في طنطا ونرجع سوا اسكندريه بابا عايز اجي معاك نفسي اشوف السد العالي انا هحرم اقولك على مكان العمليه دي اسرار عسكريه انا اسفه لكن لقيتها مناسبه اقول معلومات عن السد العالي لكن بدور على البلوفر تقيل شويه مش تقيل ده على جو اسوان لا دي اصل اسوان بالليل ابرد من هنا هتغيب كام يوم تقريبا يعني من اسبوع العشر ايام على قد المهمه بتاعتك انت عارف ممكن اعملها وانت جاي بس زي ما اتفقنا لو جه ولد هنسميه فهمي عشان حماه يرضى عنك هو مش معقول يخلف سبع اولاد مفيش واحد فيهم يحط في عينه حسوه ملح ويسمي حفيد على اسمه غصب عني خلي بالك من نفسك انت اللي تخلي بالك من نفسك عشان فهمي
الاتوبيس ده واخدنا على فين؟ متهيألي كده رايحين. انتوا رايحين دلوقتي مطار القاهرة، هتسافروا الأردن، هتكونوا على طيارة واحدة، لكن ما تعرفوش بعض، كل واحد قاعد في مكانه بعيد عن التاني. طبعا ممكن واحد يسأل، افرض حد في الجوازات سأله جاي ليه، وده غالبا هيحصل. في ورقة في جواز سفر كل واحد فيكم مكتوب فيها داخل ليه، هيحفظها صم مع بيانات باسبوره الجديدة، مفهوم؟ نقيب عادل، اتفضل وزع الجوازات. معنى كده يا فندم اننا كلنا هنقوم بمهمة واحدة؟ الاجابة عن السؤال ده مش عندي. ممكن بعد اذنك يا فندم اعرف احنا رايحين؟ المطلوب مني ابلغكم المعلومات اللي بقولها، ومش مطلوب اجاوب على اي سؤال. ودلوقتي كل واحد هيقعد مع نفسه يراجع بيانات جواز سفره، وزي ما قلت اسمه وشغلته والورقة الموجودة في الباسبور، هيحفظها صم، وبعد ما يحفظها هيقطعها. مفيش غلطة تحصل. كلمة أخيرة، في حالة حدوث أي خطأ حد منكم كشف، ما يعلنش عن شخصيته الحقيقية أو شخصية أي فرد من المجموعة المصاحبة لي مهما كانت الضغوط. يا فندم ممنون يا اخي، هذا شرف لنا، احنا اشقاء القضيه واحده، وندعو الله بالتوفيق. شكرا يا فندم. هلا ومرحبا بك في بلدك العراق. تعلن الخطوط الاردنيه عن وصول رحلتها رقم 205 القادمه من القاهره، صاله الوصول رقم 1. شكرا. انت ومين جاي؟ احنا والست سوير زكي. سوير زكي؟ اكبر القصه منيح. هنشخلعها. ما فيهاش غيرها؟ طب حط بشكيره وادي الحلابه. معلش نسيتهم، هشتري من هنا. طب ياخدوني من جوازك. مش حضرتك لسه شايفه؟ بدي اراجعه تاني، عندك مانع؟ هسا انت طالب ولا تاجر شنطه ولا شو بالظبط؟
كلهم بخير، وصلوا راحوا المكان اللي احنا مجهزينه والحمد لله. يا راجل بقى دي مقابله تقابلني بيها ده بدل ما تقول لي مبروك على ان الخطه ماشيه لحد دلوقتي تمام؟ انا معتقل هنا بقى لي 4 ساعات معرفش حاجه عن اي حاجه، لما خلاص كنت هتجنن. عموما حصل خير، ثم ان الخطوات دي مبعوثه لك وانت عارفها كويس، كل اللي فرق ان المده طالت شويه على ما جيت لك. البس الجاكيت بتاعك وتفضل معايا. في واحد اتخيلت بيه في المطار وهنا قاعد في الركن اللي تحت شرطه القدس، شكيت دلوقتي انه بيراقبنا. خليك عادي ما تلفتش نظرك. زي ما توقعت استلمنا واحد تاني. ايه دول؟ احتمال مخابرات اردنيه في حاله قلق بعد هزيمه 67. ظبطوا كتير من المخابرات الاسرائيليه مندسين وسط اهل البلد. ما تبصش وراك. تعرف معناها ايه نكون كشفنا الاجهه؟ اظن الكلام ده ما يتقاليش انا. انا عندي اوامر مشدده في حاله اي خطر الغي العمليه فورا. ايه؟ تلغي؟ تلغي يعني ايه؟ بعد التعب والمجهود ده كله نلغي عشان مجرد خطأ في اجراءات الامن عندك؟ مش وقته، بعدين اتحاسب. دلوقتي هتنزل من السلم اللي جاي، هتكمل مع الاخت مريم، هي عارفه هتعمل ايه بالظبط. اشرب بقى شوية قهوة عربي تمام. ها؟ محمود الطاهر. انت بقى. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتكم انتوا يا فوش. ناقصاكم يا رجاله؟ استريح هنا؟ كله تمام يا ابطال، من غير بوصله قدرنا نعرف فين رفاصات الفيلا ومخازن الذخيره بتاعتها. لا ما نخافش عليكم، امال فين مخازن الوقود؟ ايوه جاي. الحمد لله على السلامه يا ابطال. الله يسلمك يا علاش. ازيك يا مرسى؟ الله يسلمك يا فندم. اتفضل يا ابطال، واحد وقود في الخمسين هيعدل الدماغ ويروق المزاج. جاي فوق. اتفضلي. هذه كوبايتك، اتفضل انت. ودي تيجي، انتوا ضيفتنا. انتم اللي ضيوفنا، وانا مسؤوله عن خدمتكم في الاكل والشرب. سمير افندم، دلوقتي بقى تتفضل مع الاخت مريم تهندس لنا كده عشا متين. تمام يا فندم. تعالوا يا حوش. انتوا الستة هتقوموا بعملية واحدة. البيت ده هنقعد فيه مع بعض 24 ساعة. من هنا ورايح عايزكم تنسوا ان انا محمود ابطال قائد التدريب. انا من دلوقتي اخوكم الكبير. انت من وين جاي؟ من العراق يا اخوي. أعطيني جوازاتكم. نزل أغراضكم.
عدنان مشي الصعيد الثاني وانا بمشي الصعيد هذا. فواز تفضل. مع السلامة. كارت السر لفتح البوابات؟ بوابات الحدود العربية. مريم برضو في المنظمة؟ ايوه، زميلة كفاح في الحركة. انت وهي من منطقة واحدة؟ انا ومريم همومنا واحدة، لكن هي عايشة بالضفة وانا عايشة بغزة. بحكي مصري منيح وليه صحاب كتير مصريين. واليوم يا سيدي زادوا واحد. وانا كمان زاد. وقفت ليه؟ دقيقة واحدة، محتاج مية للسيارة. ما عندي كفيني. يمين في شمال في يمين، لأنه على الطريق دغري في دورية تفتيش على بعد 200 متر. دير بالك. الله معك. تروح وترجع انت ورجالتك بالسلامة. ما تزعلش مني. سيادة العقيد، سيادة العقيد. أيوه. أنا ممكن أسأل سيادتك سؤال؟ طب إحنا رايحين أصلاً إزاي؟ ممكن يا فندم بعد إذنك أجاوب على السؤال ده بدلك؟ بص يا باشمهندس، إحنا الأول هننزل السعودية نعمل عمرة، وبعدين ننزل جدة، ومن هناك هناخد مركب ننزل بيها على الطور، ومن الطور على أسوان عدل. يا جماعة يا جماعة، احنا داخلين هلا على نقطة مرور. نقطة المرور اللي جاي كتير صعبة، إذا سمحتوا ما حدا يجاوب على أي سؤال. مفهوم يا مان. يسعد مساكم، تفضل. اهلين يا اخت مريم، مين معاك اليوم؟ اهلا، معي شوية عمال من المخيمات بيشتغلوا برصف الطريق بمدينة الطفيلة. الكشف مختوم رسمي وهوياتهم معي. طيب، بس بدنا نعمل عليهم ششني، تفضلي.
والله هذا الرجال بشكله مثل ما تقول قائد ومعه عساكره ورايحين لمهمة حربية مش يرصفوا الطريق. هو فعلا قائد وهي فراسة بهنيك عليها، إنما قائد هلا هالغلابة هدول. يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموسي، قاعد عالشط يا خلي اسمر وحلاوي، عوج الطاجي وجلي غني لي غنيوي. صوت حلو يا مريم. كثير من الفلسطينيات صوتهم حلو. نمت منيح؟ ما عرفتش انام، ما صدقت النهار طلع. الان؟ عندي حالة مش قادر اوصفها، حاسس برعشه جوايا. اول مرة بتعمل عملية؟ ايوه. خايف؟ العكس، مش مصدق ان اللحظة اللي انا مستنيها قربت. نادر قال لي انه الك اخ اتأسر سنة 67 ومات في اسرائيل. كان اكبر مني بسنة، عمرنا ما افترقنا، كان جدع. تستغرب لما اقول لك انه اخوي استشهد في نفس الحرب، كان معاكم في اللواء الفلسطيني اللي حارب على الجبهة، كان وقتها بسنك. معي صورته، اطلع فيها منيح، مش فيها شبه منك؟ فعلا في شبه كبير. انت منين؟ من دير ياسين، القرية اللي حصلت فيها المذبحة المشهورة. وقتها كان عندي 6 سنين، كنت نايمة أنا وأخوي، فجأة لقيت أمي وأبوي داخلين علينا. أبوي حملني على كتفه، أمي أخذت أخوي، رحنا نركض إحنا وأهل القرية، نركض لغاية ما وقعنا من التعب. بعدين جمعنا بعض وعملنا مخيم، لكن عصابات الهاجانة والأرجونزباي ما سابونا لحالنا، ضلوا يطاردونا حتى الباقي منا يهرب، لكن ابوي صمد وضل مستحمل لحد ما قتلوه هو وامي قدام عيني. بعدها نزحنا للاردن انا واخوي وعشنا في نابلس. عشت ايام صعبه يا مريم. اصعبها لما مات اخوي. فجأة بقيت لوحدي،
فرحت لهم المقاومة وقلت لهم أخوي ما مات وأنا بداله. هو فعلا حي؟ أنت مش لسه قايلة لي من شوية إني شبهه قوي؟ حتى شوفي هذا جهاز قرص عقبالكم. ذوقوا حلوان العريس. ادعوا له الله يهنيه بعروسه ويعطيه الخلف الصالح ان شاء الله. الف مبروك. هلا ابو خالد. هلا 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 ابو خالد. كيف الحال؟ ان شاء الله منيح ابو خالد. بخير الحمد لله. ابو محمود. يا هلا ابو محمود. ابو عدنان. يا هلا ابو عدنان. اتاخرتوا على ميعادكم. ما انت عارف ابو خالد ملناش حكم على الطريق. طب اتفضلوا. اتفضل اتفضل ابو محمود اتفضل. اللبس جاهز؟ ايوه في الخيمه جوا. وسالم وين؟ لما تاخرت وراح اشوف مصالحه وقال انه راجع. هرجع امتى؟ ما ادري. يبقى شوف لنا دليل تاني بسرعه. مش بالساهل الا اذا كنتوا ناويين تباتوا الليله في ضيافتي. اتفضلوا اقعدوا وعبين ما عملكم بكرش قهوه بكون رجع. من اي الكلام ده؟ هو يقصد انه وجود دليل يعرف ممرات الجبال في المنطقه اللي احنا فيها دي. امر صعب ومحتاج ترتيب تاني. ولازم يكون امين ضامنين من جماعتنا يعني. ويكون قام معانا بعمليات قبل كده كتير. وسالم كل هذا متوفر فيه. انا اكدت على فواز ان لازم سالم يكون معانا في العمليه دي. كل ده كويس لكن الوقت ملوش حساب عندكم. بدل لبسك بس واستريح لك شويه. 10 دقايق 10 دقايق بس. انت بقالك 48 ساعه بتتنقل من عربيه لعربيه. احنا كده هنتوه عن بعض. عارفة يا أخت مريم؟ إحنا معانا عريس كاتب كتابه الخميس اللي فات. أخونا قناوي. عروستك سمحت لك يا جناوي تتركها وتطلع عملية؟ ده كان شرط على حماي، ما هو يبقى عمي. هي صعيدية كمان. لا، دي من بنات بحري. أمها اسكندرانية، مولودة في اسكندرية. وأول ما اتدلم الصعيد رماها بسامة فوجعت في غرامة وجع في عرض يعني. أصل كنت بروح أخد إذن من كابتن عادل. وأنا كنت بغطي عليه قصاد محمود أبطال. واروح اجيبها لها قصاد مدرسه التمريض. ولما نويت اتجوز وكل حاجه تبقى في النور عملوا متاريس بينه وبينها. خروج ممنوع. تشوفها وسط حراسه مشدده. عم قال تكتب كتابك. قلت له هكتب بس هطلع في عمليه. روحكم كتير حلوه كانكم طالعين رحله. في ايه؟
على عافية يا شباب، طريق العجبة مسكر، اتبعوني بسيرتكم لمكان راح تنتظروا فيه شوي. تمهيل، الكلام ده جبته من؟ هذه تعليمات بنفذها، احنا جينا وراكم بأقصى سرعة علشان نلحقكم ونبلغكم إياها. الساعة 12 وسبع دقايق، يعني اتأخرنا ساعة وسبع دقايق. ادي نتيجة الزلالة. قولي هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني ايه؟ الخطة فشلت؟ أرجوك يا فندم محدش يقول ليه ده؟ لازم تهدى يا ابطال، احنا في منطقة خطر، في عربية على الطريق. بسرعة على العربيات. الطرق اللي احنا ماشيين فيها دي مصورة بدرجة كافية؟ لا 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 لا، دي منطقة عمليات فدائية، العدو كل شوي بيعمل طلعات بالطيران لتمشيط المنطقة. المفروض كان يبقى في تنسيق أفضل للوصول لمنطقة التجهيز. ما في قدامنا اختيار، ده الطريق الوحيد اللي راح يوصلنا لمنطقة التجهيز في أسرع وقت. ومنطقة التجهيز متأمنة بالقدر الكافي؟ هذه المنطقة متحوطة بالجبال بين الحدود الأردنية السعودية، والعدو لا يمكن يتوقع تجهيز اي عملية فدائية فيها. ايوه، وصلتني اخر اشارة متفق عليها تفيد بانه تم تقابل المجموعتين. ايوه، جاري اتخاذ خط السير للوصول لمنطقة التجهيز بناء على تعليمات امن الاتصالات، وضمانا لسريه العمليه مش هيكون في اي اتصال لاسلكي بيننا وبين الجماعات المنفذه. اشاره التنفيذ هتكون بناء على الاتفاق السابق. ميابسيس لمسوك، ميابسيس لمسوك، لخباس بازور كلو تودي على بسيس امجلوي كولسي مان حشود. ميامسوك لبسيس، ميامسوك لبسيس، هيزور ريك مهمطروت. الحين وصل. ها
هذه المنطقة منطقة التجهيز. يا سود احنا وصلنا للمنطقه اللي العربيات ما تقدرش تمشي بعدها، عشان كده المسافه اللي باقيه هنشيل معداتنا على كتافنا ونعدي بيها الجبل لحد ما نوصل لشط البحر. الاخ سالم هو اللي هيقود خط سيرنا. اي اسئله؟ ايوه يا فندم، انا بس كنت عايز اعرف كل حاجه في وقتها يا سمير. حاضر يا فندم. قدامكم ساعتين غدا وراحة مع تنفيذ تعليمات الانتشار والتمويل. نفسي اجي مصر ازورها احضنها. احكي لي على الاسكندرية. اسكندرية؟ ايوه اسكندرية في جمالك، في رقتك، في شموخك. مهما حكيت لك عنها مش هقدر اوصلها. الساعة 3:15 تفتكر هنلاقي بيت شفا وبيت يام مرابطين في المينا؟ كل معلومات الاستطلاع اكدت على المواعيد دي. عموما كلها 30 ساعة يا محمود، كل شيء اتحدد. لو صدق قلق محمود والاستطلاع ملقاش السفينتين في اماكنهم في المينا، هيضيع مجهود كل الرجاله دول. أطول 40 دقيقة في حياتي. ده مستحيل. الساعة 4 ده موعد إذاعة فلسطين اللي بنرسلها على موجة صوت العرب. يعني بدل ما أفتح بالقرآن الكريم أفتح بأغنية عاطفية؟ أنا المسؤول. مع احترامي لسيادتك ده موضوع أكبر مننا إحنا اتنين. دي تعليمات عليا. وأنا بنفذ تعليمات رئيس الأركان وزير الحربية كمان. بعيد عن أي حساسية، أرجوك تبص لها في إطار الأمن القومي، هتكون أول واحد يقف جنبي. اي تليفون هنا بسرعه. انت متاكد ان دي اذاعه صوت العرب؟ طبعا، بس خلي الجهاز مطرحه عشان المؤشر ما يتحركش. انا صدقت ظبطته. وايه اللي يخليك متاكد كده؟ انا مش سامع غير صفاره. وده الوقت اللي بين نهاية إرسال الفترة الصباحية في صوت العرب وبداية إرسال إذاعة صوت فلسطين. المهم إننا على موجة صوت العرب. والله أنا خايف لك مش هي. سيادتك يا ريس. طبعا طبعا يا ريس. لا اتفضل معاك يا فندم. اتفضل. الرئيس. الرئيس مين؟ الرئيس جمال عبد الناصر. افندم يا سياده الرئيس. بشكرك على حرصك طبعا، لكن نفذ المطلوب فورا. ربنا يوفقكم. حاضر يا سياده الرئيس. نوار، هنبتدي الكوبليه الاول من الاغنيه وبعدين زي ما فهمتك. ها؟ حاضر يا فندم. من شطين وميه عشتكم معينيا، من شطين وميه عشتكم معينيا، يا غاليين عليا يا اهل اسكندريه، من شطين وميه عشتكم. يلا يا سود
جت اللحظه اللي انتم مستنيين. يلا رجاله يا وقت الجد. دلوقتي بس اقدر اقول لكم على العمليه، وهي تدمير سفينه انزال الجنود بيت شافع وسفينه الامداد بات يم والرصيف الحربي لميناء ايلات الاصيلي. مستعينا بالله ثقتي في رجال الضفادع البشريه نبدا العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي في منطقة تجهيز. تجهيز المعدات لازم يتم بهدوء شديد في ظرف 30 دقيقة بعد التلقيم مباشرة. بعد ما اخد تمام التجهيز هنشيل معداتنا والتحرك إلى نقطة الانطلاق ساعة 1830. الساعة 6:30 هياخد كل واحد مننا مكانه في العوامة ونبدأ خط السير. محمود قطان هيستنى في نقطة المتابعة على الشط. الانطلاق على خط سير 350 درجة صحيح والمسافة 2.9 ميل حتى نقطة الإنزال، ويتم إنزال الجماعات وتبدأوا السباحة والغطس. السباحة والغطس المسافة 1 ميل. المهم جدا تكونوا قريبين من بعض عشان تتجمعوا في وقت واحد عند الشباك اللي هتقوموا بقطعها والتسلل داخل الميناء الحربي. دي اماكن تمركز الوحدات المطلوب تدميرها. بيت شافع، بات يم، الرصيف الحربي. الجماعة الأولى بيت شافع. الجماعة الثانية بات يم. الجماعة الثالثة الرصيف الحربي. طب ليه ما قلتليش كده من الاول؟ انا من حقي ان انا كنت اعرف ان انا طالع في مهمه بالشكل ده زيكم. انا مش اقل منكم وطنيا عشان انا اخر واحد يعرف. لازم اخد الشرف من الاول. اموت عايش برضه زيكم. كده انا متظلم منكم كلكم. بلقف ده كان لازم علشان سريت العملية. انت فاهم؟ تعال تعال. قائد جالك لحد عندك يا اخي. يلا عايزك تفك كده وتضحك زي ما عودتنا طول السكه. اللغم ده قوته كافية لتنفيذ العملية يا فندم.
الواحد من دول لو اتحط اسفل غرفة الماكينات ممكن يغرق المركب كلها، او على الاقل يخرجها من الخدمة. لكن لو بتقول ايه؟ مش عايز يركب ازاي؟ المفجر اكبر من الفتحه بحوالي ميل او اتنين. المفجرات كلها طراز واحد، معنى ان واحد ما ركبش يعني ثلاثه مش هركبوا. هتجنن. مفيش قدامي حل غير اني الغي العمليه. لا يا قبطان، العمليه لازم تتعمل. هي كلمه يا قبطان. لو رجعتم كلكم انا مش راجع. هاخد نغم وافجره بايديا ومش هعرف مين عملها. وانا معاك يا حاتم، واحنا كلنا معاك. بس انا مش فوره حماس ولا عواطف. انا عارف ان العمليه بالنسبه لنا حلم نتمنى كلنا نحققه، وانا اولكم. لكن احنا دلوقتي قدام امر واقع. لا في حل. لو بأي حاجة أقدر أكحت الفتحة وأوسعها ممكن المفجر يركب. بس ده خطر يا فندم. السخونة اللي هتنتج عن الكحت هتخلي اللغم ينفجر. أنت عارف كويس أوي انفجار لغم يعني إيه. لو فكرنا في اللي بتقوله مش هنعمل حاجة. محمود انت كده بتقوم بعملية انتحارية وانا رافض، وده امر فاهم؟ انا المسؤول عن اللي حصل ولازم اتحمل مسؤوليتي للنهاية. تمام. ايوه يا فندم. روح معاهم خد لك ستر بعيد. يلا. ايوه يا فندم. مش عايز مناقشة، نفذ الامر. حاضر يا فندم. كل واحد منكم ياخد ساتر بعيد.
يا رب يا رب، عشان تعبنا وشقنا ده كله ما ينفعش اقدر. يا رب يا رب ما تخيب املنا. يا رب انصرنا انصرنا يا رب. قول يا رب اللغم ما ينفجرش. ما تدعيش بكده يا اخي، انا زي ما بيدعو اياك تجيب ست اللغم تاني على السنه، انت فاهم؟ حاضر. لغمين يبقى رايح ينجح بتركيب الثالث. الخطر لسه قائم، احتمال النجاح 1%، والواحد في المية حصل مرتين ممكن ما يحصلش المرة الثالثة. لا أرجوك أرجوك ما تيأس. أنا عمري ما يأست. محمود دايما يقول لي أنت متفائل أكتر من اللازم. اتنين في مده اقل من كده بكتير. انا لازم امنعه من الاستمرار. روح تحريمات خطر. ما كانش لازم اوافق من الاول. اعطيه حقه في المحاضره. اسيبه يقتل نفسه ونخسر واحد من اجمل ضباطنا. ده اخر امل لينا يا فندم. في التجهيز نص ساعة بالظبط نتوزع المعدات ونكون متواجدين في نقطة الانطلاق. محمود قبطان في ظرف 10 دقايق هاخد 8 تجهيز. حاجة يا فندي؟
لا مفيش. سيادتك تعبان قوي. أحسن وحوش. أحسن وحوش. تمام يا فندم. الجماعات جاهزة. دلوقتي هنراجع المهمة المكلف بيها كل جماعة. أنا والزيني هنلغم بيت شيفا أسفل غرفة الماكينات. أنا وإناوي هنلغم بيت ياما أسفل مخزن الذخيرة. وأنا وعليش هنلغم الرصيف الحربي للمينا. بعد تثبيت الألغام؟ بعد تثبيت اللغم مباشرة. كل قائد جماعة يشد تلت اللغم ويعمل عكس اتجاهها للبوصلة في خط سير العودة. بعد التلغيم بنص ساعة لازم نرجع لنقطة التقابل مع العوامة. لأن بعدها هنرجع لمكان نزولنا على الشط. واللي يحس إن وقت الرجوع مش مساعده للوصول لنقطة التقابل مع العوامة يكمل سباحة للشاطئ الأردني ويسلم نفسه هناك. هقول أنا ضفدع باشا ليه مصري. هليكوبتر رمتني أنا ومجموعة من زمايلي عند طابة عشان ننفذ عملية. والطيارة ما رجعتش تاخدنا. فقررنا نسلم نفسنا ليكم في الأردن. يلا رجالة. توكلنا على الله. علي محمود، الساعة 3 صباحا لو ما رجعتش انا والجماعات اتحرك انت واللي معاك في طريق العودة الى عمان. تمام يا فندم. خلي بالك. لا ابدا يا فندم مفيش. انت شخر جدا يا حسين. ابدا يا فندم، هو يمكن بس مناخيري مرشحه على خفيف. حسين، انت عارف ان الاصابه بالبرد ضد الغطس. صدقني يا فندم انا عمري ما كنت في حاله احسن من النهارده. وانا عمري ما شفتك بتكذب يا حسين. بدل لبسك. ما لا يا طه، انا في عرضك. ارجوك ما تحرمنيش من الفرصه دي. ارجوك ارجوك. زين، المساله اكبر مننا احنا الاثنين. ده لو حصل لك حاجه تحت، المهمه اللي انت مكلف بيها مش هتتنفذ، ويمكن العمليه كلها تتكشف. انت هتاخد مكان القائد بتاعك على الشط، هتنتظرنا لما نرجع. الساعة 3 لو ما رجعناش اخلي موقع. هذه الليلة ما فيها أمر، يعني البحر رايح يكون أسود. الأجواء هذه ما راح تعاكسكم؟ هو ده الوقت اللي أنا اخترته بالذات. لو كنت مدربة زيكم ما كان في قوة تمنعني من إني أكون معاكم. ربنا يوفقكم. يا مريم، انت دورك في العملية ما يقلش عن دور أي حد فيها. محمود، معلش يا فندم، أكيد في فرصة تاني جاي. إيه اللي تعمله ده؟ أنا قائد المجموعة التانية يا فندم. حسين حالته ما تسمحلوش بتنفيذ المهمة المكلف بيها. ايوه، بس انت عارف كويس قوي ان سنك ولياقتك ما يسمحلكش بالسباحة والغطس المسافات الطويلة دي. مستعد تتنازل عن جزء من الخطة؟ ادعي لنا يا مريم. ربنا ينصركم، ان شاء الله تروحوا وترجعوا بالسلامة. هرجع الساعة 3 والتيلة في ايديا. تحون ترك تحون ترك.
حدائق قدام العوامة، المنطقة فيها شحط. نادر، يا ترى نشوف مريم تاني وده وقتها مرسي. قدامنا نص ساعة ونوصل نقطة الإنزال. مالك يا باشمهندس؟ ليش شايف؟ خايف اموت، دلوقتي دلوقتي اكتشفت كده. انت راجل، انت جبان. ولا كلمه. قوم معايا. وين؟ وريني مدى يوصلني لاعلى قمه في الجبل، عايز ابقى شايف البحر كله. حسين، انت عارف ان قمة الجبل ممكن يبقى مكان مكشوف، وده خطر عليك وعلينا. انا القائد دلوقتي يا سيادة المقدم، قوم معايا وبعد ما تدلني يبقى ارجع لهم. سالم، روح معهم. يلا. ما ينفعش. ازاي؟ طب انا كنت بتدرب معاهم. لكن انت انا البودي العادي. نجاح العملية اهم من حياتي يا محمود بطال. نفس ربنا يحميك كلنا ان شاء الله. شيب سمير، انت قائد العوامة من دلوقتي. كل التعليمات اللي اتفقنا عليها هتتنفذ. الساعة 1:30 ترجع الشط، سواء رجعنا كلنا او بعضنا او ما رجعناش خالص. مفهوم؟ نفذ. تمام يا فندم.
مدرخاء عتفتيا كفوي ليوت بمحسنة تحموشت قديمة عتسي يوما تنا لعل كتسنية تحموشت لعتسهير سيدنا مدرخاء شور ميا مدرخاء عتفتيا كفوي ليوت بمحسنة تحموشت قديمة عتسي يوما تنا لعل كتسنية تحموشت لعتسهير سيدنا مدرخاء با اوفيرا بس يكون مكي في عبارات مشاق الملح وفشل ديزو شعاء اطارد سيش نزوز بديوك بي شلوش في ديلي هيو تشام با موعد هم ابدال بسيدر جمور الفلوت لمعون اخوري بعلى تراني هات زعرات سيوم اعتانات كحول لازم تقولها لنفسك هلأ إنك لازم تثق بزمايلك إنهم أدهى وقدود ورايحين يعملوها مريم أنا عارف إنك عاوزة تطيبي خاطري بصدق الموضوع ده خلاص أنا دلوقتي ما بفكرش في الحاجتين أشوف المنيو ده كله بعناية وهو مولع زي ما تمنيت من ساعة ما عرفت بالعملية شوف زمايلي راجعين سالمين
قادر اخاف. اخيري تاوني على تسيت ليام يعالك تسنيه محلقوك بأشيروتين اتزهرات اسيوم لقدر اخاف. المفروض دلوقتي يكونوا في خط سير العودة لنقطة التقبل مع العوامة. ربنا يرجعهم بالسلامة. يا رب. لازم نتحرك فورا عشان نوصل في ميعاد الالتقاط بالظبط. المرابعة في خليج العقبة بلغت القاعدة في اسكندرية ان كل شيء هادئ وطبيعي في لاد. شحن ما زال مستمر على السفينتين. you
كل كحود مركزي كبوي مكوم نازك كريالي كل كحود كريالي كل كحود مركزي عزفاتها ونيا مركزي عزفاتها ونيا كلها تحولت لكتلة نار. يا رب يا رب تمام على خير. مرسي مرسي اصحى مرسي قوم مرسي قوم بطل شوف انت عملت ايه شوف احنا عملنا ايه مرسي مش هسيبك مرسي مش هسيبك مهما حصل منهم لحد دلوقتي لازم اتحرك هتسيبهم دي اوامر راضي قبطان واحده ونص ارجع للشط يا قبطان حاسس بحاجه شويه خلاص هانت كلها كام كيلو نوصل وصلنا سيبني وكمل سيبك ازاي ده انا بديك بروح يا قبطان أرجوك مفيش وقت يا قبطان أنا معيش حزام رصاص هتغطس وتشدني معاك وحاضر من رجال الضفادع البشرية انتوا اللي جرالين في الشرات الكبيرة اللي سمعناها من شوي ايوه ضل مكانك وكمل حكي ما تخافش احنا عزل من السلاح مش قادر اقف كيف قدرتوا تقوموا المسافة هذه كلها وتوصلوا للمينا وتفجروها طيارة هليكوبتر رميتنا جنب المينا كان المفروض ترجع تاخدنا للأسف ما رجعتش لكن كان في أوامر في حالة عدم رجوعها نسلم نفسنا ليكم وايش ضمانك ان احنا ممكن ارجوك ما تكملش اقرب مستشفى من فضلك
لسه داخلين. كلهم رجعوا بالسلامة؟ قصد المجموعة اللي رجعت على العقبة، عادل ومحمود وراد ونادر وقناوي وسيني؟ كلهم بخير. رح اشوفهم تاني. راجعين. تفتكر في عملية فعلا؟ ولا بيحمسونا بس عشان ما نزهقش من كتر التدريب؟ أنا عارف، نفسك يكون في عملية النهاردة قبل بكرة. مستنية زي ما أكون راح أقابل البنت بتاعتي. لو ولد هسميه مرسي. سيداتي أنساتي سادتي، دخلت الطائرة الآن الأجواء المصرية. بضع دقائق ونستعد للهبوط في مطار القاهرة الدولي. نرجو من حضراتكم.